بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية حبايبي. أموركم إن شاء الله تمام؟ اليوم إن شاء الله راح نحل الواجب حبايبي بدون أي تعليقات، لأني صراحة تعبان. فبالتالي يعني اليوم حبيبي يا راشد، حبايبي خلينا نشرح. الله يسلمكم جميعا. خلينا نشرح حبايبي، نحل الواجب، نحل بعض أسئلة الاختبار الذاتي. وضع دائرة، خليك معي يا حبيبي، اللي هو الواجب. أي سؤال كان خلاص وقف كومنتات. هنحل سؤال 11 و12 كالتالي. سؤال 11 خلاص وقف كومنتات. يلا حبايبي، سؤال 11 و12 بقول لك. سؤال 11 طبعا كل ما اكتب وش راح اكتبه، فبالتالي راح نحل. يقول لك اتفق شباب اللي حلوا، حبايبي شباب وصبايا اللي حلوا، خلينا نتاكد ان حلوا معانا. يلا. اتفق طلاب الصف السادس في مدرسة ما على التبرع بالتساوي لصيانة غرفة صفهم وتجميلها. أجب أقول لك اشتروا 5 علب إدهان. 5 علب إدهان. بيجي بقول لي سعر العلبة الواحدة، سعر العلبة قال لي 8 دنانير و35. وبعدين بقول لك اشتروا برضه 17 متر من القماش. 17 متر من القماش عشان يعملوا برادي للصف. اجى قال لي سعر المتر الواحد، بصير توقف. كيف ما في صورة؟ مش معقول في صورة، يعني مش معقول كل هذا نص مش هو شايف. حبايبي بدون كومنتات صراحة، يعني قال لي سعر المتر الواحد، سعر المتر 4 دنانير و65 قرش. اجى بيقول لي إذا كان عدد طلاب بالصف 25 طالب، بدنا نعرف كم دينار دفع كل واحد فيهم. طيب، بدنا نوجد أول إشي ثمن الإدهان، 5 علب قديش طلع؟ وبدي أوجد كم طلع 17 متر. بدي أجمعهم مع بعض، بعدين أقسم المبلغ الكلي اللي طلع معي بينهم على كم؟ على عدد الطلاب 25، مضبوط ولا لا؟ تعال نشوف ثمن الإدهان. 8 علب الإدهان هي عبارة عن 5 ضرب 8.35، صار عبارة عن ضرب إيش؟ ضرب أعداد عشرية. تعال أضربها أي بدون فواصل. ضرب 5، 5 ضرب 5 25، 5 ضرب 3 15 زائد 2 17، 5 ضرب 8 40 زائد 1 41. طلع معي 41 و75. كم منزل؟ أنا عندي منزلتين، معناته طلع معي 41 دينار و75 قرش، مظبوط؟ طيب تعال نشوف هسه 80 ثمن. أي ضربناها، بدنا ناخذ ثمن إيش؟ ثمن القماش. بدي أروح أضرب ثمن ثمن القماش راح يكون عندي فعليا اللي هو 17 متر ضرب ايش؟ ضرب 4 ثمن القماش عندي راح يكون عندي 17 ضرب اللي هو كم سعره؟ 4.65. تعال نضرب يلا بدون ضرب 17، هذا ضرب المنزلتين. تعال نشوف 7 ضرب 5 35، 7 ضرب 6 42 زائد 3 45، 7 ضرب 4 28 زائد 4 32، هي زائد 0 هي راحت. يلا 1 ضرب 5 5، 1 ضرب 6 6، 1 ضرب 4 4.
اجمع 5، 5 زائد 5 10 و1 باليد، هاي بيطلع عندي 9 وبيطلع عندي 7. طلع معي 8 القماش بعيد فعليا معي 7 9 0 5، ولكن انا عندي كم منزل؟ عندي منزلتين، معناته هي طلع 79 دينار، مظبوط ولا لا؟ طلع معي 79 دينار وشلن زي ما بقولوها وخمس قروش. طيب هسه شو بدي اروح اعمل؟ بدي اروح اجمع ثمن القماش مع ثمن علب الدهان، مظبوط؟ هاي ريان بقول لك نجمع، مظبوط يا ريان، يلا عشان يطلع المبلغ الكلي، بعدين بدي اقسمه على كم؟ بدي اقسمه على 25. تعال المبلغ الكلي شو يساوي؟ اللي هو ثمن علب الدهان اللي هو 41.75 زائد 79.05. تعال اجمعها العمودي، هيو 7 9.05، رتبهم مع بعض هي 5 7.14. تعال اجمع 5 زائد 5 10، يطلع 1 زائد 0 0، او عفوا 1 زائد 7 هي 8، نزل الفاصلة، 9 زائد 1 هي 10، 7 زائد 4 11 زائد 1 12، راح يطلع معي كل الثمن الكلي قديش؟ 120.80 دينار. طيب بعدين شو بدك تروح تعمل؟ بدك تروح تقسم المبلغ الكلي على عدد مين؟ عدد الطلبة اللي هو قديش؟ 25، مظبوط ولا لا؟ برافو عليك يا ريام، راح يطلع 4.832، اذا معناته فعليا المبلغ الذي تم دفعه كم دينار؟ المبلغ الذي تم دفعه اللي هو راح يكون عندي المبلغ الكلي 120.80 تقسيم كم عدد الطلبه اللي هو 25، طلع معي قديش؟ قلت طلع معي 4.832، 4.832، عفوا 8 3 2 3 2، مش 2 3 2 دينار، يعني كل طالب راح دفع 4 دنانير و83 قرش تقريبا فعليا حتى وصل عندي كل واحد دفعه. شو اللي ما فهمت؟ ايش اللي ما فهمت؟ روح طلع ثمن علب الدهان لحال، وروح طلع ثمن القماش، ضربتهم في بعض كل واحد، بعدين صفحة 96 أعطينا الواجب يا نيمار، بعدين شو لا غلط؟ بعدين روح جمعت المبلغ الكلي من القماش مع الدهان، جمعته مع بعض أعطاني 120 دينار. هو بده كم طالب؟ هو بده كل طالب قديش دفع؟ انت على الطلبه 25، بعدين رحت قسمت المبلغ الكلي على 25، مش صعب يعني، مظبوط ولا لا؟ ارجع عيد تقسيمتك. طيب يا ادم ارجع عيد تقسيمتك، ارجع لي عيد تقسيمتك يا ادم. ارجع عيد تقسيمتك يا ادم. تمام؟ طيب يلا على السؤال اللي بعده. على السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده تبع مين؟ اللي هو تبع المستطيل. مظبوط ولا لا؟ السؤال اللي بعده المستطيل، يلا. والله بعرف انه سهل يا آية. تعال على سؤال المستطيل، يلا. سؤال رقم 12. سؤال رقم 12 اجا بقول لك جد طول مستطيل، جد طول مستطيل عرضه 6.2 ومحيطه 1.2 ثمانية. تعال
عندي قانون لمحيط المستطيل مظبوط، اثنين الطول مش الطول ضرب العرض، اثنين الطول زائد العرض. محيط المستطيل اخذنا سبق وحكينا عنه، محيط المستطيل واخذنا مساحة المستطيل. محيط المستطيل اثنين الطول زائد العرض مظبوط. طيب المحيط معاي هيو 21.8 تساوي اثنين الطول هو بده اياه، لانه بقول لي جيب طول هيو زائد العرض. العرض قديش معطيني اياه؟ 6.2 صح؟ بدي اروح اتخلص من مين؟ روح تخلصت من الاثنين. في ناس بتروح تضرب اثنين في الطول، بتضرب اثنين معناها بتطلع، روح تخلص من الاثنين. هاي محاي واحد 21.8 قسمي طويل يقسم لي اياه راح يطلع معي قديش؟ 10.9 شو بيساوي؟ الطول زائد 6.2 مظبوط ولا لا؟ صح؟ بعدين بدك تروح تنقص، كيف بدك تنقص؟ كالتالي بدك تنقص 10.9 ناقص 6.2 راح يطلع معك 4.7 بالضبط. برافو على مين هذا؟ برافو عليك يا مين عزم فاز، برافو عليك 4، برافو عليك يا هدى، برافو عليك يا زيد. طلع ناقص 6.2 ناقص 6.2 هاي راحت، مجموعهم صفر، اذا الطول يساوي نقص 10.9 ناقص 6.2 هيا هون، عشان نقول ليش الناقص هون هي ناقص 6.2 اذا الطول راح يطلع معي 4.7 سم. بدك تروح تتاكد، روح اجمع 6.2 زائد 4.7 راح يعطيك جواب، اضربه باثنين هل بعطيك المحيط؟ اذا اعطاك المحيط 21.8 الى 100% حل. يعني هيك اعرف انه الكل حال في هاي الطريقه. هسا في ناس بتروح بتضرب اثنين بالطول وبتضرب اثنين بالعرض، يعني بتدخل الاثنين على القوس. ما في مشكله، ما في مشكله يوسف، ما في ادنى مشكله، ما في اي مشكله. في ناس دخلت اثنين ضربتها في الطول، اثنين ضرب الطول يعني اثنين الطول، بعدين اثنين ضرب 6.2 طلع معهم رقم، بعدين راحوا نقصوا هذا الرقم من الرقم الكبير 21.8 بعدين راحوا قسموا على اثنين، ما في اي ادنى مشكله. واضح يا حبايبي؟ يعني ما اتوقعش انه في صعوبه، يعني كل الطرق تؤدي الى القبس زي ما بقولوها. واضح النتيجه هي واضحه. طب خلينا نفوت على اسئله اختبار ذاتي، اسئله ضع دائره حل. اتوقع انه الوحده اعطيناها حقه وزياده، اتوقع انه الوحده اعطيناها حقه وزياده. حل اسئله اختبار ذاتي اي صفحه؟ صفحه 97. يعني لا تكتب والله لا تعلم. مين اللي بقول بعدين على الاستاذ؟ طب اطلع وارجع يا ريمار. يلا السؤال الاول ضع دائره عندنا. السؤال الاول بقول لك بدي قيمه الرقم 3، قيمه الرقم 3. تعال شوف الرقم، يعني وقف كومنتات، وقف كومنتات اللي هو هي الرقم 4.673 هي بده قيمة الرقم، يعني بده القيمة المنزلية واقعة في ايش؟ 3 على 1000 صح؟ هاي 3 على 1000 يعني 3 بالـ1000 يا حبيبي وقف كومنت. ايه
يعني زي كان بنقول لكم تعبانين ما بتعمل شيء ما بتخلينا نصرف. ثلاث بالالف في خيارات ثلاث بالالف الجواب رقم فرع ج هذا هو الجواب. ثانية بقول لك يكتب العدد العشري طبعا صفحة 97 الكل ترى شو بقول لي؟ قال 93 صحيح و 571 من 10,000 راح يكون الجواب رقم ب لأنه ألف راح تكون من 1000 ب عفوا جيم ما لهاش دخل بال 10 من 100,000 دال ما إلها دخل الجواب راح يكون فرع هاي فرع واحد راح يكون فرع اثنين راح يكون فرع اللي هو الجواب ب. يعني واحد بيعرف شو يقرأ بالسؤال صح؟ اللي بعده فرع ثلاث. فرع ثلاث بيقول لي 17.35 ضرب 4.62 يعني ضرب ايش؟ تعال اضرب لي اياها والله اضرب 1735 ضرب 462 يلا 2 ضرب 5 10 2 ضرب 6 2 ضرب 3 6 زائد 1 هي 7 2 ضرب 7 14 4 باليد 1 2 ضرب 1 2 زائد 1 3 زائد هي 0 اشطب لي هذول 6 ضرب 5 30 هي 0 باليد 3 6 ضرب 3 18 زائد 3 21 6 ضرب 7 42 زائد 2 هي 44 و6 ضرب 1 6 زائد 1 10 زائد 4 10 هي هون 0 0 هي 0 4 ضرب 5 20 هي 0 باليد 2 4 ضرب 3 12 زائد 2 14 هي 4 باليد 1 4 ضرب 7 28 زائد 1 29 هي 9 باليد 2 4 ضرب 1 4 زائد 1 6 يلا يا جماعه هي 0 هي 7 4 زائد 1 هي 5 3 زائد 4 7 زائد 4 11 1 باليد 1 وهي هون 0 باليد 1 راح يطلع عندي 8 كم منزله؟ 2 وهون 2 4 منازل هي 1 2 3 4 راح يطلع الجواب 80,500 1157 والجواب رقم راح يكون فرع ج. هي فرع ج يا الله جواب ج اللي هو 80,157 هسه الصفر هناك ما بيأثر انا عندي بالنسبه ليلي. طيب فرع د يلا اللي هو فرع رقم 4 الحمد لله رب العالمين. الله عليك يا يوسف. فرع رقم 4 1.635 الحمد لله تقسيم 3%. تعالوا اكتبها قسم الكسور 1.6 واحد فاصلة يا عمي بالله عليك لا تعلق يا زلمة بالله عليك لا تعلق يا ولد عشان اكون معك واضح كونك انت مش راد راشد تخبص قاعد ها كونك انت مش راد الحصة الجاي راح تكون لنا وحدة جديدة الكومنتات راح تتوقف الكومنت راح يتوقف فهمت هي كيف فهمت ما فهمت اول شيء برجع لك وحدة جديدة وحدة مهمة جدا كمان يلا انا هذا الحكي بزبطش معي 1.635 على 1.635 بلاش ادم بلاش تفهم لانه فعليا هي اسئله مراجعه هي اسئله مراجعه مش اسئله عاديه هي اسئله مراجعه يعني الوحده المفروض تكون مش لازم احلها هي اختبار ذاتي اعطينا حقها وزياده 3% انا في قسمه الكسور لازم يكون اهم شيء عندي المقسوم عليه يكون عدد صحيح معناته بدي اضرب في 100 وهون بدي اضرب في 100
يا الشمية انا عندي مازلتين على يمين الفاصلة. يلا حرك لي يا مازلتين 163 ونص على 3، روح قسم لي يا قسم طويلة، هاي قسم طويلة 163 ونص على 3، 16 تقسيم 3 5، 5 في 3 15، 1 نزل ال 3 هي 4، راح يطلع في خيار 54، في خيار 54 وفي الاعداد راح يطلع عندي، او ليش اكمل ليش ما كملت؟ لانه خلص مبين معي الجواب 54 ونص اللي هو في الاعداد، واضح؟ ما كملت هون لانه خلص بينت معي يعني. اي 12 1 وكمل راح يطلع فاصلة ونص، تمام؟ نزل الخمسة 15 تقسيم 3 54، هذا فرق 4، فرق 5 فرق 5 هي هون. هسه الجاي ما في كومنتات، ها؟ افهم اللي بدك اياه. 3 على 5 ضرب 20 على 6. 3 ضرب ضرب كسور، اضرب البسط البسط والمقام في المقام. اي سؤال كان معلق احنا في السؤال فرق 5 يا الامام. 30 ضرب 20 60. و5 ضرب 6 30. قسم 60 تقسيم 30 2، في خيار رقم 2 في العباره. واضح؟ بس. فرع 6. فرع 6. ايش يا هاشم؟ دقيقة شوف شوف هاشم المواصلة. شو بتحكي؟ ايش بتحكي؟ هاشم جاوبني، ايش بتحكي؟ دقيقة بس اخذ هاشم محمد ابراهيم المواصل سادس لا، دقيقة بس خليني اكتب اسمك. خليني اشوفك بس، هاشم النواصرة سادس باء. يلا سؤال رقم 6، 7 على 8 تقسيم 1 على 2 قسمة كسور. يلا 7 على 8 القسمة حولها لضرب 2 على 1، مضبوط؟ يلا 2 فيها 1 وهي فيها 4، 7 ضرب 1 7 على 4، في خيار 7 على 4 فرق باء، فرق باء. اجى بعدين بيقول لي طلع رقم 7 طلع رقم 7 اكتب العدد العشري 36% على صورة كسر، اكتب على صورة كسر كسر 36% تكتب على كسر 36 على 100، في خيار 36 على 100 ضربه بقى. تمام. سؤال رقم 8 يلا هي اخر سؤال بضع دائرة وانا بحل بس محمود بضع دائرة. طيب سؤال رقم 8 بدنا نكتب العدد العشري على نسبة مئوية بصورة نسبة مئوية 129 في الألف، تعال اكتبها بصورة نسبة مئوية، تعال نحولها نسبة مئوية صارت 129 على كم؟ على 1000، حتى لازم أنا فعليا لازم أقسم 10 عشان أخلي المقام 100، هسا أنت لما بتقسم تحط فاصلة تزيحها فاصلة معناته 1.29. امبارح في سؤال خليك معي 1.29، امبارح في سؤال تبع 62 ونص اللي هي دقيقة في أسئلة المراجعة احنا حولناها بالنسبة لليمين
لا احنا بنحول منزلي واحده في القسمه هيها كالتالي في حاله القسمه، في حاله الضرب نحولها منزلي صح؟ في الضرب نحولها منزلي لوين؟ لما كنا نضرب احركها لليمين الفاصله، انا في هاي لما بدي اقسم بدي احولها لليسار حسب اللي بقسم عليه. في سؤال امبارح هاي سؤال رقم 6 في اسئله المراجعه جيم 62.5، هاي احنا لما قسمنا على 10 المفروض تكون 6.25، 6 فاحنا حطيناها 62.5 عشان تكون واضحين يعني هذا تعديل تمام. احنا اليوم عندنا هاي 1.29، اذا في خيار 1.29 بالمئة هي بالمئة 1.29%، لانه انا لما بقسم هون بزيحها فاصلة واحدة، الفاصلة بزيحها لليسار عشان نكون واضحين يعني. ايوه بالضبط يا يوسف، مش احنا اسفين امبارح يعني جل من لا يسهو، وبنفس الوقت احنا مش منذرين كلنا بنغلط، بس الشاطر اللي بيصحح خطأه واللي بيصحى الغلط، فبالتالي احنا هاي منيح اللي ذكرنا فيها هاي امبارح ذكرناها تمام؟ اكيد 100%. هيك يا حبيبي احنا حليت معك بضع دائرة، اتوقع الوحدة اخذت حقها وزيادة تماما يعني بدهاش شيء، اعطيناها حقها بشكل طبيعي واعطيناها حقها بصورة 100%، اعطيناها حقها في كل شيء، ما اتوقع انك مش فاهم، ما اتوقع، حليت اسئلة الضع دائرة لانه فعليا امتحاننا ضع دائرة، فممكن لعل وعسى انه شو خمسة؟ خمسة ضرب كسور تمام؟ الحصة الجاي راح نبلش فاهم مليون بالمية 100%، الحصة الجاي راح نبلش وحدة جديدة، بس لما نبلش وحدة جديدة الكومنتات انا حوقفها اطلاقا حوقفها، راح اشرح وينبعث الفيديو الك، دبر راسك كيف صارت هاي وكيف صارت كذا وكيف صارت كذا، بكثير اعطيناها بعرف يا ليتنا كثير اعطيناها، بس نظام خمسة عبارة عن ضرب كسور عشان نفهم فعليا. انا هيك حوقف كومنتات، واللي عنده سؤال منه لنفسه يدبر راسه يسال مس فرح يسال كذا، بلكي في سؤال هو معناته فعليا من هو انا اوكي، بلكي في سؤال اساله مس فرح ما تسالوني انا، لانه فعليا بنحكي كلمه اي حرف قصدك رقم خمسه باب بنحكي كلمه ما حدا بيرد 100%، واضح هيك بالضبط. بعض الطلاب مزعجين، فيها بعض الطلاب مزعجين وما بدهم هيك يا حبايب، عفوا يا مراد، هيك اتوقع انه الوحده 100% ان شاء الله. اذا درستك في الصفوف اللي جاي ان شاء المولى لا تقول لي كيف صارت هاي، لانه احنا تاسسنا 100% صح ولا لا؟ واضح حبايبي؟ هيك فعليا بنكون انهينا الوحده ان شاء المولى، الحصه الجايه راح نبلش وحده جديده وحده مهمه جدا باذن واحد احد. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله نلتقيكم غدا بإذن واحد أحد، يعطيكم ألف عافية.